ريد كاربت النهارده، تجهيزات، حاسس بيه كده فرح في الجو؟ طبعا المهرجان السينما دايما بيبقى فرح برغم الظروف اللي بتمر بيها مصر، الا اننا لازم نقيم كل احتفالاتنا، لان بنعمل وبنقول للعالم كله ان اراده المصريين اهم من اي شيء هيحاول يعترضها، وان احنا هننجح وهنستمر وهنتجاوز اي ازمات بتمر بيها مصر، والسينما هي صوره مصر قصاد العالم كله في الظروف اللي احنا بنمر بيها. السينما والفن هو القوة الناعمة يا فندم، مصرين احنا نعمل مهرجانات، نعمل احتفالات، شايف مردود ده ايه؟ مردوده هيبقى على العالم كله، ان احنا رغم كل اللي بيقولوا علينا بره، انما اهو شايفين الناس قد ايه، شايفين النجاح عامل ازاي، شايفين صوره مصر، صوره مصر الحقيقيه، واراده مصر والمصريين اللي هتنتصر على اي شيء.